السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحباب كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنوا تكونوا على خير وبخير. عيطت لي فاطمة وأحلام قالوا لي أجي تصور معنا شي حاجة، ولكن باينة غيكونوا كي دابا راكم عارفين العيد جاي وهادي غيكونوا كيصاوبوا شي حلوة. ملي كتوصل هاد الوقيتة كل واحد اش ما كيوجد العيد، سبحان الله، كل كاين قبل رمضان، كاين العيد الفطر، كاين كل واحد. أمي حدهم هي هادي بعدا لا كتوجد لما تاهي ربما كتسلح لشي حاجة. أمي حدوم كي دايرة؟ لاباس عليك؟ والو باس. وشتك مشمرة؟ ما عارفة اش غندير. باقا تالفة؟ باقا. فين هما عيطوا لي قالوا لي؟ تعالى هما مشي لها شي. كي دايرة بخير؟ لاباس. لاباس عليك؟ والو. ولكن باينة فيك تانتي مسلحة، باينة غادي ديري شي. غندير شي حاجة وخير. شي تخربيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ لاباس. والله لا عرفتها، عرفت تكون الحلوه، غير عيطوا لي عرفت تكون الحلوه. ندير الحلوه ان شاء الله. سبحان الله تيقرب العيد تبدا الحلويات. كتبدا الحلويات. عاك بعيني ميزان. داكشي اللي كاين. صافي. امي حدهم موجده السلاح ديالها. كل وسلاحه، كل واحد شغله. واش انت اللي جبتي القصعه هنا ولا كانت محطوطه ولا؟ ما عرفت شكون اللي جاب. موجدين لك شي غتعدو ما عداش هذيك جابت جابت ما جابتش ما جابتش. واه داك الشيء اللي كاين. ما كاينش ديك القضيه تقول تقول لك كذاب ولا لا. والو انا صا قدامي انا غسلتها. صافي. ولا غنبقى نقول لهم انا جيت انا صا قدامي انا هزيتها. واه داك الشيء اللي كاين. صافي. روسك ثلاثه تخميرات. دابا أمي حدهم فين ما كانت شي حاجة ديال يعني شي حاجة بلدية. داك الشيء بلدي وما كنبغيش البلدي. كان شي طعام والحرشة ديال الفراحة. أمي تيبغيو الرومي. الرومي. والصهني تا. بغيت بغيت تخدم على أمي حدهم يا جيبوا لها الشفنج. والله. توجد لكم الشفنج. أنا غندير لكم الشفنج على التيشة. يا طعام. لا باقي غنعاودوا إن شاء الله أنا وياها. إن شاء الله. غنديروا. باقا تعاودي وياها. دابا أش غديري الطعام كي داير؟ الأحمر. أحمر وسيكوك. سيكوك. هاكاك هذاك الشيء موجدين لها القصعة. لا هي تبارك الله عليك تعرف ديرها. والله يجعلنا الحرارة بغينا. علاش قال لك غنديروا الطعام؟ ما عارف يكون ولا ما يكون البن نفور الطعام. نفور الطعام ونتسناو. أنا وين قال لك نصب على غنم في الدوام؟ وني ترى اليوم الجمعة راه لي كان هادي كان كسكسو هي هذيك. كان سيكوك غديروا. هذاك الشيء اللي كاين واخا كاع يبقى حتى لغدا ندبروا البن. أنا موصية على البن ماشي ما موصياش عليه. دابا الزعرية بقات حتى هي كتمخض مسكينة صافي البقرة عندهم. دابا المهمه ديال كل واحد والمهمه ديالهم هما يحطوا ما هي كتوجد الطعام يعني اما ديروا ما يتكال كسكسو اولا غيتكال سيكوك. دبر راسك مع حنا غنفاغورو. شوف مع مدام ديالك اش غدير. يلا المدام ندير ليها تحت الشفنج. امي ديما ندير ليها تحت الشفنج. واحلامها هي راه كتوجد حتى هي الحلوه. دبر راسك دابا. وانت الدور ديالك فاطمه شناهو؟ الدور غادي نقابل الفراله. حاطه السلاح ديالك. سعيده فاطمه. ايوا غنسولو احلام شنو غدير لنا. احلام شمن نوع ديال الحلوه احلام؟ غندير المشعكه. نقول احنا المشعكه. كيفاش المشعكه؟ المشعكه. والمشعكه تنقولها دابا شي وحده عندها الشعر طالع الفوق مشعكه. هاد الحلوه غنشعكوها. بدون ثلاثه بدونها. راه غنجن راه غنجن. دابا ما بقاتش بنادم ولا تا خليها تروح عندك. ولا تا الحلوه مشعكه. لا تا الحلوه مشعكه. كل خطره تلقى سيدي شكل سبحان الله. ايوا الحمد لله هكا الانسان راه كيتلف الوقت وصافي كل مره. كل مره شنو كدوز وحنا متلفين مع الوقت والوقت تيزا. ايوا سبحان الله يعني كنتلهاو فيها وصافي. الدنيا غير لهو ولاعب. هذاك الشيء اللي كاين. وكنتمناو الكلام الطيب من الناس الطيبين. والله لان علاش كنسمعوا دائما الكلام الطيب من الناس الطيبين المشاهدين ديالنا الكرام. الله يحفظهم وينورهم يا رب يا امين. والله صراحه ناس طيبين والله. سبحان الله كاين واحد الاداب في واحد الحوار ديالهم وفي التعاليق ديالهم. الله ينورهم يا رب يا امين. والله يرزقهم فردوس الاعلى.
كيما كنش نعم لا غا كمل كمل لا شو واحد السيده طلبت منا دعيوه ايوا ولا باقي نفكر هي يا كانت انا ما نسيتهاش لا انت ما نسيتيهاش ايوا اختي مينا من اليونان عندها الاخ ديالها مريض مسكين طلبوا له الشفاء للمتتبعين ديالنا نقولوا الله يشافيه ويعافيه يا ربي امين الله يطول ليه العمر والله يرزقه الصحه جديده يا رب يا ربي امين سبحان الله امين واحد الحاجه بغيت نقولها النساء ماشي بحال الرجال والله النساء حنانات والله شوف مسكينه كيف فكرت في الاخ ديالها وبالنسبه للرجال قليل اللي كيفكر في اختو قليل اللي كيحن فيها قليل المهم كاينين ولكن قلال ولكن شوف سبحان الله مساكن فكرت في خوها قلت الله يشافيه ويعافيه وطلبت الدعوات من الناس المشاهدين يا رب يا امين وكنت منو ادعوا معاها بالشفاء يا رب واحد هالدنيا هذاك الشيء اللي كاين شي انسان يتعامل شي جاي يموت على طبقه هيا خويا هيا راه ما كاينش عا كيكري صافي مات واش غادي ندير من غنطلب السماحه خالتي حدو والو ما كاينش صافي هو مشى عند الله خاص الانسان في الدنيا بنادم الصبر خصنا بلاصتي كان واحد يكون مع خوته هذاك الشيء يديروا الحنانه وهنا خوتي دابا خرجت بكم عاوتاني لهنا للطبيعه نخليهم هما شويه يخدموا ونوريكم شنو واقع هنا برا عاوتاني يعني هنا في الخلا حنا متجه جهه الواد الواد كيكون قريب لينا هنايا يعني ما حدا الدوار ماشي بعيد بزاف قريب الناس فوقت الليمون ملي تيكونوا تيحيدوا تيزبروا الليمون يعني كيبقاو ينقصوا من شجرة الليمون كيبقاو يجمعوا العواد هما تيجيو يجيبوهم خضر ومن بعد تيبسوا هنايا كيوليو يخبزوا بهم يعني الانسان كيجمع الوقت الشتاء الوقت البرد الخبيز الناس كما العادة راهم مجموعين على البير لهي راهم تيسقيو شي كرموس شحال زوين هذوك ثلاثه الشجرات اللي هي ديال الكرموس زارحهم قاسم الله يجازيه بخير انا كنصحاب واش قبال ما يتزاد ساعه قال لي راه تا كبريت وعاد زرعتهم عرفتي تبارك الله راهم معجن بالطريق ولي داز كيدخل وياخذ الكرموس داز هذيك تيقولوا 7 ايام ديال الباكور داز الباكور في الاول كلينا منه الله يجازيه بخير وباقي الكرموس هو راه جاي ان شاء الله بحول الله هنا الواد راه نشف اخوتي ما بقات فيه حتى قطره ديال الماء والله يحفظ والله يرزقنا يا ربي امين في هالايام كي كان هذا الشيء كله خضر سبحان الله شتي بلاصه هذا الشجر هذا هو هذا اللي تنقولوا له حنا الطرفه كانت تما واحد النبته اللي تيقولوا لها الدفله يعني علاش تيقولوا الزين في الدفله وهي حاره يعني كان فيها كانت هذه البلاصه كلها كتبان حمراء بديك الدفله ولكن تبدلت ليا يعني منين ولينا كنشوفوا بحال هذا الشكل ديال كيحبسوا الماء اشنو بقى راه ما بقى والو لينا الدفله كتكون مع الماء ومنين تحبس الماء شوفوا ولات غير هاد النوع ديال النبات اللي تنقولوا له حنا الطرفه هذا اللي كيبان خضر هنايا تنقولوا له الطرفه وهو مالح وهذيك الملوحه ديالو كتبقى تذوب وكتولي يعني ماء واخا هو مالح بحال قلتي كتسقي راسها براسها هو في حقه بحال هاد الوقيته تيكون شاعل الفران يخبزوا هنايا برا ولكن مع دابا تيوجدوا الحلوى ما يمكنش يعني يطيبوا الحلوى والخبز مره لان راكم عارفين الحلوى كتحتاج الفران ديال البوطه حسن ما عرفتش واش كيوليو يطيبوا فنسولهم ونشوف واش ممكن الحلوى يطيبوها في الفران ديال العافيه بالنسبه للحلوى واش ممكن تطيب في الفران ديال العافيه ممكن ولكن ما عمري ما جربتها ما عمركم جربتوها ما عمري ما جربتها الا درنا في الفران ديال العافيه خصها ثاني ما هذه هي علاش كتقولوا التشكيكه هي التشكيكه هي سبحان الله شوف كتشكك كتبقى مشكك خبرت ما عمري ما شفت الطريقه هذه اول مره باش كتجي حيت فيها الكوك باش كتجي ديك المتشنتفه كتجي مرمله وكتجي مشنتفه هادي واش طريقه جديده ولا قديمه هادي لا شحال هادي ممكن تجيب لنا ممكن واقع ما قديمش بزاف يمكن وافكار سبحان الله هادي كنت خديتها مع واحد لوستي في الرباط كانت تجيبها وكتعجبني هاد الحلوه
وكدير تخرج لك كميه كبيره ثاني. لما شفتي الحلوى اول مره واش ظنيتي كانت كدير لها بحال هكايا ولا لا؟ ما ظنيتش كيفاش كدير لها. قلت لها كيفاش تجي مشاكه هذه الحلوى بحال هكا؟ كان انا في الاول كنحسب لي كاين شي طابه بحال كنت على شكل الهلال وكيخرج الحلوى بحال هكا. قلت لها بالفرشيطه، قلت لها بالفرشيطه ولكن تعلمت منها بصح. ولكن تبارك الله على العيالات صراحه ما عندهمش ديك بحال دابا مثلا خالتي حدهم غادي نسولها نقول لها كيفاش كديري لو فهمتي بحال الحلوى. الحلوى الا شفنا شي زواقه زوينه وعجبتنا تبقى نقول لها عافاك شنو درتي فيها وشنو بصح. انا بنتي شي بالميدونه كيديرها الانسان وكتصدق مزيانه. شي ام حدهم الله يعطيها الصحه، شوف غير من الدقيق خرجت كسكسو وبطريقه بلديه هانت. يعني الله يعطيك الصحه ام حدهم، والله يجعل البركه في عمرك يا ربي. امين امين. اش كيقولوا خالتي حدهم؟ كيقولوا ديروا على الرنب في الدومه، في الدومه نفوروا على الرنب، فوروا على الرنب. دابا راه حنا كنتسناو اللي عاد نفوروا. باقي ما دهني داك الطاوط، حنا كنفوروا على الرنب. دابا انتوا باقا كتفوروا ما عرفتوش الرنب غتكون ولا ما تكونش. يعني الرنب حنا ناخذوه هو اللبن. ايه ونشوفوا واش غايجيبوا لنا شي لبن. حنا غنديروا سايكو ما جابش ردوه طعام بالكرعه. هذاك الشيء اللي كاين ما غاديش يضيع، ما يضيعش، ما غايضيعش. اه ارمي وفاني كلشي وناكلو ما نخسروش. لا رانا مصي عليه البارحه خاطر بري راسك. حنا نبداو ما هي تفور. انا البارح مصيت عليه اللي محدوم. تقول لنا الماتر كي كيقولوا ام حدوم نبداو. ما قولي كي كيقولوا لا نبداو. ما تقول فور ياك تنفوروا على نبداو. ما دابا حنا تنفور معرف. كيفاش توقعت القصه ديال الدومه؟ القصه قالك مشاو بكري يصيدوا. اه قال وردي الجميل البرمه. اه حنا غنمشيو نصيدوا. ردت مسكينه البرمه تتغلى بلا جات ارنب بلا جابوا لها ارنب. اه وردوا عليها ملي ما جابوش قالت درنا حتى نفوروا على ارنب في الدومه. ارنب في الدومه ومشاو يصيدوا ويجيبوها ساعه ما جابوهاش. ما جابوهاش فورتوا ولكن الرنب ما كايناش. اه سبحان الله. اه وردوها دابا كيما الصياده وكلش تيقولوا حنا اليوم غنمشيو نصيدوا على رنب في الدومه. يردوها للطعام. ردت مسكينه البرمه تتسنى ارنب تجي. حنا قايدنا واحد ارنب قلنا جي غنمشيو نصيدوا عليه اليوم جيبوه. كانوا كري تيصيدوا. اه ومشاو مساكن يصيدوا. غادي مشعكه الشاكي تتجي؟ اه كتجي هلال المشعكك. يعني بلا ما كيسحبك انت كتزيدي هذاك التحتيح من الفوق ياك؟ لا لا كيحسب لي كنطابع مشوك ولا شي حاجه كطبع وكيخرج هذاك. لان النساء تيقول لنا عافاك وريونا الطريقه باش درتو شي حلوه ولا شي حاجه. المهم اخوتي انتم شفتوا راه درتها حلوه عاديه والمقادير راكم عارفين. كل واحد المقادير اللي بغى يدير، كل واحد اش من المقادير باغي يدير، راه ماشي ملزم الانسان يدير واحد القاعده ديال المقادير، وانما يدير المقادير ديال الحلوه عاديه. غير المشكل اللي كاين هو الانسان خصو يعرف كيفاش يدير هاد التعكيكه هادي. هي هادي اللي بغاو المقادير. درت فيها 250 غرام ديال الزبده مارغرين وربعه البيضات وزلافه زيت وزلافه سنيده. صافي وصاشيه ديال الفاني وثلاثه تخمارات ديال 8 غرام. واش كتجي منفوخه وكدير شويه ديال الكوك كاس اولا زلافه على حسب. المهم باش كتجي مرمله. شو كتجي سبحان الله بحال كسكسو من الفوق. عطاتنا ام حدوم شويه لحنا عليها. صافي هدي وهدي سامي غتهزي ديريكت ونحطو شعل فرن احلى. اصبر اصبر جيبوك البوطه. طلق البوطه ولا لا؟ انا عيمه مسكينه عاوتاني مع العافيه. تنصحاب واش منعتي اليوم؟ ها؟ شتو كنصاوبو الحلوى قلت منعتي اليوم من الفراد. والله إلا عاد شد بالعواد غتشد. كون عاد خليتي فاطمة هي اللي تجي تشعل الفران. راه شعلت الآخر اللي راه غتصايب الحلوى فاطمة يلاه تكذب مع الفران الآخر. حداكي تشعلت الفران الآخر هذا اللي ما شعلتش.
خاصك تجربي الحلوى هنايا فاطمه. فين درتوها ناعمه؟ فين درتوها؟ لا ما عمرنا درناها. وفيت شي واحد طيبه نيت في الفران د العواد؟ لا ما نعرفش، ما عارفاش شي واحد طيب. سبحان الله. معايا هو دغيا غيطيب. ربما هذاك الفران الاخر القديم ديال بوجيها. ايه. ما كنظن يقدر يكون كانوا كيديروا فيه الحلوى الناس ديال العروبيه. لا حقاش هذاك يتسد. لان الناس العروبيه ما كانش عندهم الفران د البوطه نهائيا. لا كان غير والحلوى ما عارف الا كانوا مساكن كيديروا شحال ديال الحلوى. ما عارف والله ما نعرف. ما عنديش انا شي فكره. ولكن نقدروا نجربوها شي بحال شي مره نجربوها. بحال لا ماشي هذا، تنصوب لكم الفران ديال بوجيه. ديال بوجيه هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك. هذا دغيا غيحرقها، فهمتي؟ دغيا غيطيبها. ايه. شد العافيه بقيت تخرج. عاد شد العافيه غدا ثاني. دغيا مش حار زوينة ريحة العافية. ريحة العواد. ريحة الدخان. وعلاش علاش الخبز كيجي زوين؟ هذا بالريحة. سبحان الله. كله عندك عاوتاني الطاجين ديال الفاخر. تا ديال العود كيجي فيه زوين. تا ديال العود. سبحان الله من عند سيدي ربي. شي حاجة طبيعية ما كاين ما أحسن منها. هذاك الشيء دابا حنا ولفنا للفران. هذا ديال بوجي بورقلة. واخا كاين عندنا الفران ديال البوطة ولفنا حنا. وي كترمي رمية وحدة ودير. واخا كيكون الليل كنخبز فيها. ولا قلت لك واحد الحاجة بشحال من واحد كيجي تيقول لك عطيني الخبز د العواد. وي بصح. يعني كيتشهى هذيك الريحة د العواد ياكلها. عطيتي الماء فاش تفزقوا داك الثوب. تفزقوا داك التوال. هذاك سميتو الكواش ولا السراول ولا اللي كان. هما كيسدوا النفس ديال الفران باش ما يخرجش، باش ما تخرجش ديك الحرارة. الحرارة وكيبقى فازقين. كيبقى فازقين ما كيتحرقوش. مالك يا ربي الصاد على هاد الفران باش كيطيب دغيا. ما عمر قاسم قلب على السروال ديالو ولا شي حاجه. كيديهاش فيها كيتوسخ هنايا ما عدياش فيه. دابا ولاو كثار. الله يلا ولاو كثار. وخايفين هو داك السروال ما عتالش غير في الماريو. هذاك الشيء اللي واش ما حتى كيتنسى. قول لكم كديري ليا فاطمه. كان عطيتي لي النعمه كامل الزهريه تقول هاك ونقصوا عليا. الله كل الحوايج اللي تشرقوا بصح ما عندك ما ديريو كنجيبوهم كنشميو بهم الفران. بصح كاين شي وحدين بحال دابا ديال سميتو بحال دابا شي وحدين ديال السرابت اللي غيتقطعوا يتمسح بها الطبله وداك الشيء ماشي مشكل. يا وي الحاج قالت فين الصندوق؟ حنا غادي نصور ايوا بلاتي نهز انا الخبز خاطر حكم الله يعاون. امين. ما غادي تقدر تجي لا خدمه. كاين الخير كاين اللبن كاين. ايوا راه كاين انا ما كاين. انا وصينا عليه البارحه غادي يحدو. الله يجي ولا غادي يقعد يبس. ايوا لا راه وصينا عليه. هما هي غير كملاحظه مولفين كيوجدوا اللبن هنا في الدار عندهم هنا ولكن الحليب ما بقاش. ما نفوروا حتى كيكون. هادشي غنفوروا ما يكونش نفور. بصح هادشي. عاد تنفور. دابا البقرة غير وحدها. ما يجيب الله نصبروا فاني. هو هذا ما يديروا حلو. يديروا الطعم. الله يعطيك الصحة غادي يحدو. والله يشافيك ويعافيك. الله يشافيك يا ربي امين. عمرنا قطعه تيكون تجيب نسمع مسكين.
بلاتي يكون بعد البنات اخاتي يحبوك نقولك واحد الحاجه راه بن عيسى اللي فيه لافوك دبر انا كلي عطاه انا فقرته هو اللي قال لي غنجيب لك اللبن قال لك تزيدوا سمنه وسعيد ايوا انا طعم مطور بلاتي بغيتي تاكلك حنا هو ضاب الباش في العشيه دوك عيسى خلي لي اللبن قال كنخلي لك اللبن اش قال لي قال لي البارح الا كانوا كي باقا شويه قال لي البارح الا كانوا كي ينخدوا غنقول لهم البارح يخليو لك ولكن لا البارح لا اليوم ايوا عاود ديالو ها طعم قال الايام قلتي انا اليوم انتم جا شي يوم انتم اليوم البارح اللي قلت لهم خلي طعمنا ناكلوا لك زياده راه مرمو اليوم راه ما خصك غير تزيدها في الطعام لينا حتى حاجه غنطوروه ولا جلبن حنا غناكلو اجي اشرف نيساتنا حتى يتسناو ياكلو غنضيعوه والو ولا كانت هذه ماشي هي هذيك ردوها قرعه وردوها هذيك حنا كلينا موجود ما ديروا من هذا قاعده تخافي عليه قاعده تخافي هاد البصله ها مطيشه كاين الحل كاين الحل هاي ها مطيشه كلشي غتوقع لي كي ديال الشفنج عقدكم شفنج كل مرة تذكروا راسك واحد الحاجة فين ما مشيت مشيت للسوق كيقول لي تبارك الله على الشفنج مشينا لسيدي سليمان وليد تلقى تيضحك علينا على الشفنج شافوا بعدا الشفنج حنا خيار من الشفنجة لا لازم الأول جابها فيهم وباش ضحكتيهم قال لك قالت لينا أمي حدهم تقولي عمرنا ما عجنا عجنا تما شحال من يدات في الله يسر ولا فاني غنطور عن حاجه اخرى واش ايوا السكر قلت لك الرمود لما كلاش السكر ما هوش رمود حتى هو تيبغي الحلاوه مسكين ما كيكونش فيه السكر ما كيشوفوش عاد صابو ما كيشوفوش كيشوفوش عاد صابو دابا ام حدو ما سبقاتكم جات غير من موراكم هي سالت المهمه ديالها وهي المهمه تاعتهم واعره الله يعطيك الصحه ام المهمه تاعتهم هو شوف هي محدده دابا فين كتقولوا غادي يحدهم غرزت شنو هي ما بقاش تحلب غرزت هي وقاش فيها الحليب ما بقاش فيها الحليب مره بقاش فيها ولي غيولي فيها غيولي دابا ان شاء الله لا ولدت ان شاء الله جيت دابا حيت حامله داك الشيء علاش دابا من نهار غتولد عاوتاني هذاك الحليب الاول شي 7 ايام ولا ما عرف 4 ايام كل وحده وكيفاش 3 ايام كيكون واحد الحليب اللي سميتو اللبا حركة دارتها باللغة العربية الفصحى تيقولوا اللباء واحد زوين ملي كطيبي كيجي مكلكل بحال الحليب وكيخسر وكيجي زويون كنديرو فيه شويه ملح كيجي زوين ان شاء الله هي حنا تاخذوا اشكال طبقات حنا نخليوها تاخذوها كيجي كنخليوها زعما كترتاح باش ترتاح وهي ما تطغش حنا بغينا نخليوها لينا ياك العيطه بقينا تابعنا تاع الحلبوه تا ولدت ولدك العجيله ذات والو كاع ضعيفه ضعيفه تعرف كنقول لها الولد راك عجيله ضعيفه انت ما بقاش تحلبوها قلنا لها هذا الشيء اللي كاين اي ما طاب ذاك الخبز عاود بلا طاب طغيق كاين اللي طابت عاوتاني هادو احدي راسك من العافيه هادشي عليك ماشي مشكل غير مولفنا خايف ولفنا مع الفران دابا كتبقاي ترقليهم ويوليو باش الاخرين اللي ما طايبينش يوليو البلاصه هذه اللي ما طايبتش الله يعطيك الصحه باش عاوتاني بلا ما نولي نزيدهم عاوتاني في
اخبارك الناس راه كيدعيو معاك نعيمه؟ والله يحفظهم. المشاهدين الله يحفظهم. الله يحفظهم. وقالت لك وحده راه جات عليك ديك الجلابه الليمونيه. الله يكرمهم. والله العظيم. ربي يخليهم. انا وصلت لك الرساله. ربي يخليهم محمد. اهلا حبيبه. تحدد عادي يدير. تحدد. وكي دايره؟ لاباس. لاباس عليك؟ الحمد لله. هانيه؟ اللهم هذيك الحمد لله. حبيبه تاي حضرت معنا ها؟ هضر معاها بالشلحة بالشلحة. بالشلحة؟ هضر معاها بالشلحة. لا ما تهضرش. هو هذي الشلحة تضربي فيها. نعم؟ صافي أم واحد الدوم ولا؟ صافي أنا طولت دابا صافي. كملوا الخدمة ديالي. وزربت عليهم. على هنا القدام بحال الناس جداد. ها؟ لا لا انا غنمشي نفور سايكو تاع النب الدوله كان ما كتبش نديروا الحرور ومطيشه ريحه الخبز عاطيه الله تبارك الله عليك نعيمه الله يبارك فيك ما شاء الله جاكي شهي ومقمح دابا تزيدي الطبله الثانيه القاعه الثانيه هذوك عرميهم بلا ما داك راه غيطيب الله يعطيكم الصحه الحدقات اللهم امين يا رب الجميع هاك على حساب المشاهدين ها هي نشوفوا الله يعطيك يلا دوق وقول لهم واش زوينه ولا خايبه محمد راه الا عنده زوينه يقولك زوينه خايبه راه يقولك خايبه ما عنده لا والو الزعريه واخا يكون واش يكون عندي جا مثلا شي ضيف والله ما يحشم فاطمه خسرتي هذيك الحاجه والله جات زوينه واش تسكت تحب وقال لك خايبه انا كان عندكم وقال لك حلوه هذه بزاف احلام نعطيك الصحه امين لا تكون رحت للميكا واش حاجه لا تي مرغدي هذاك مرغدي عرفتي باش على المرغدي عرفتي علاش باقا سخونه كتفرتت هاك حيدي هذيك هذه وانتم باقي ما ساليتو حنا قربنا نساليو كاع سخون ما فاطمه خلينا حنا بقينا غير هذه سالات نعيمه سالات خلي شي بوحاليبه تقول لنا هذاك الخبز شنو كيدير عطي حبيبي تبارك الله عليك الخبز راه ماشي لا قولي الصراحه ما تشكرش زعما تكوني الصراحه زوين الصيحه ديال الزرعه وبالكم نتمنى لكم ان شاء الله معنا في هذه البلايصه هذه الله يعطيك الصحه يا خوتي خبزه حبيبه خوتي ان شاء الله خدي عطي لفاطمه احلام عارف بسم الله باقا سخونه باقا سخونه دابا سكر راسي شويه باش نجرب الله يعطيك الصحه الله يعطيكم الصحه ولا اللي عجبتك شويه لا لا بغيت نقرا الزعريه غادي حدو مجال البن احنا غنطيكم ها فين هو عندي واش راه نديروا الماء عاجي البن صافي غنجيبو لا البن غيجي ان شاء الله بحول الله غيجي البن غادي حدو كيما بقى يجيب غادي عطانا الكلمه لا بغيت نسمع انت اللي قلت لك علينا احنا عارفين شنو درنا انتما قررتوا نلقاكم شي لا ما بقاش بزاف هكا يا حبيبي حطت سطره حاميه حطها في الزربيه حطها في الزربيه لا تحرق الزربيه لا ما تهرش غير هذه الحاشيه اللي ما عيبش كان عيب حكى غير الا جا لبنه زهريه راه خالتي حدو غتشكرني هذيك عطا وحده صافي عطا وحده كتخرج هو صاد عمر سميتو راه تبارك الله عليك اش غادي نقول لكم الله يعاونكم امين بالسلامه عليكم وبالسلامه على المشاهدين الا جا لبن راه حنا غنقولوها ما جاش اللبن غادي حدهم اليوم غادي ماشي ام حد بعدا اللي عليها دارته هذاك الشيء اللي كاين دابا راه غاده مسكينه كديروا في الكسكاس باش يفور والله يعطيها الصحه وان شاء الله يبارك في عمرها يا رب امين امين السلام عليكم الله يعاونكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله ان شاء الله السلام عليكم وصراحه الله يسمح لنا منكم الله
اللهم امين. الله يرضي عليك. وراه هكا العيالات المطلب تسمحها كلشي المشاهدين المشاهدين اه تحكي عليا كتحاملي لينا حنايا حيت شدينا مع الفران والعافيه. علاش لينا مساكن والله لا كتبوا حتى هما تماره وتكتبوا لنا التعليق شتي غير تكتب التعليق راه صعيب بصح علاش تبقى مساكن يكتبوا الحروف بصراحه والله الا الله يجازيك والله راه هذاك الشيء ماشي ساهل. والسلام عليكم، شكرا لكم بزاف على المشاهده، الله يحفظكم ويحفظكم والله يجزيكم بخير حتى الفيديو اخر مقبل ان شاء الله بحول الله، وخليت لكم الصحه والعافيه وطول العمر يا رب يا امين والسعاده وكل فرح.